السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم حبايبي، يسعد لي جميع أوقاتكم من وين ما كنتم بتتابعوني. طبعا اليوم صحينا الصبح ولابد من قهوة الصباح. رح نحضر القهوة لأن لازم ننتعش وننشط جسمنا قبل ما نفوت على المطبخ. هون طبعا حضرت القهوة، طبعا هلا رح اطلع اشربها في الحديقة. طبعا عند ورداتي الحلوين، ورداتي الجوريين اللي ما صدقتهم ما يفتحوا مشان انبسط فيهم. للأسف انه في حشرة، دايما بشوفها عليهم، واستعملت مبيد حشري ولساتها متسلطة عليهم. شايفين هاي الحشرة اكلت لي ورداتي. اذا في عندكم اي حل لو سمحتوا اكتبوا لي في التعليقات مشان نتخلص منها والوردات يضلوا منعنشين. ما شاء الله شايفين الجمال، والله حرام هذا الجمال يعني انه يذبل. شايفين كيف هنا دبلانين، ولانها متسلطة عليهم وبتوكل الوردة حتى قبل ما تفتح بتبلش انها توكل فيها. فحبايبي هون طبعا هلا رح اشرب قهوتي طبعا براحتي، وبعديها بدنا نفوت على المطبخ نشوف شو بدنا نحضر غدا اليوم. طبعا بعد القهوة عملت شوية ترتيبات وبعديها دخلت على المطبخ. اليوم عندي ملفوف بلدي كنت جايبيته من المحل العربي، طبعا قررت اني اعمل ملفوف، محشي ملفوف او محشي كرنب مثل اخواننا اهلنا حبايبنا في مصر بيحكوا له محشي كرنب. طبعا هلا بدي اسلكها، انا عامله معاكم طبعا طريقه محشي الكرنب او الملفوف كذا دور على قناتي، زي ما انا دائما بحكي لكم بشارك معاكم يومياتي، عفوا يعني الغداء اليومي اللي انا بطبخه لعائلتي. طبعا هنا سلكت الملفوف، بدنا نحضر الحشوه. الحشوه راح تكون عباره عن رز ولحمه وبقدونس و تقريبا سنين ثلاث من الثوم المهروسة وبهارات مشكلة أنا بضيف على الحشوة، أو البهارات السبعة كثير طيبة، وفلفل أسود طبعا، وشوية كركم بيرجع لكم طبعا، ونعنع ناشف وملح، وزيت نباتي، أو فيكم تضيفوا سمنة إذا بتحبوا. طبعا هاي أنا طريقة الملفوف المفضلة عندي أو الحشوة. طبعا فيكم كمان تستخدموا خضار، ما تضيفوا لحمة، تضيفوا مثلا خضار بصل وبندورة وبقدونس وأثومة على الرز طبعا مع البهارات اللي ضفتها، بتطلع كثير كثير طيبة. هون ضفت عليها الزيت النباتي، وهلأ راح أخلط جميع المكونات مع بعض، وحشوتنا هيك بتصير جاهزة إن نبلش نلف طبعا في محشي الملفوف أو محشي الكرنب. طبعا أنا سلكت الملفوف، هلا رح أبلش ألف بالملفوف. الضلوع هيدول أنا بحب أحطهم بأسفل الطنجرة، هيك بيحموا الملفوف من اللسعة هاي اللي لما بنطبخ الملفوف مرات، يعني اللي ما يلزقوا في أسفل الطنجرة. طبعا هون بلشت زي ما انتم شايفين حبايبي يعني أكسم فيهم، أفصلهم عن الضلوع. طبعا بالنسبة للحجم الملفوف كيف انتم بدكم إياه، بتحبوه صغير، بتحبوه وسط، بتحبوه كبير، بترجع هذا لذوقكم الشخصي. احنا دايما بنحبه وسط، يعني ما بنحبه كبير كثير كثير، ولا يكون الحجم الملفوفة صغير كثير كثير. طبعا في ناس بيسووه كثير كثير صغير قد يعني حجم اصبعك، الاصبع الصغير برضو بيكون طيب، بس احنا بنحبه يكون وسط، هيك تعودنا عليه. اللهم صل على سيد محمد. طبعا اول شيء بنفصل الضلوع عن الورق عن الضلوع، بعدين بنبلش نلف فيهم. طبعا راح احط كمان ثومه، الملفوف برضو بحب الثومه، للي بيحبوا الثومة، اللي ما بيحبوا الثومة فيهم استغنوا عنها. طبعا رح أحط أنا ثومة بأسفل الطنجرة، حطيت هنا راس كامل طبعا بالكشر، تركته بالكشر، غسلته وحطيته بأسفل الطنجرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. حبايبي إذا دخلتوا على الفيديو ووصلتوا لهون، ما تنسون شير لايك سبسكرايب، شاركوا الفيديو مع أهلكم حبيبكم، ولو سمحتوا فضلا وليس أمرا ادعموني باللايكات الكثيرة لو سمحتوا إذا عجبكم الفيديو. طبعا لف الملفوف سهل ما بغلب بالمرة، زي ما انتم شايفين بنفرد الورقة وبنحط الحشوة
وبنبرمها أو بنلفها لبين ما تلتف معنا الحبة، ولا أسهل من هيك طبعا الشغل. طبعا في ناس عشان يسهلوها على حالهم كمان، مثلا إذا عاملين محاشي بحضروها قبل بيوم أو في الليل، وبس ثاني يوم ما عليهم إلا يطبقوها في الطنجرة ويطبخوها. أنا صحيت الصبح بدري طبعا زي ما شفتوا، شربت قهوتي وبعديها طبعا عملت شوية ترتيبات في البيت. طبعا دايما لما بنصحى بكون في علينا كم من شغلة بسيطة نعملهم، بنتخلص منهم وبعديها بندخل على المطبخ، هيك بنكون نفسيا مرتاحين إنه خلص منجزين إشي طبعا قبل ما ندخل على المطبخ. طبعا لفينا الملفوف زي ما انتم شايفين، وحطيت عليهم رشة كمون، رشة فلفل أسود، ملعقة من الماجي طبعا، وملحة الملح طبعا حسب ذوقكم. تحبوا تضيفوا كمان ملعقتين دبس رمان ضيفوا، أنا المرة هاي ما ضفت، طبعا مش الكل بحب دبس الرمان فما ضفت عليه، بس طبعا إخواننا بسوريا وبلبنان كتير كتير بيستخدموا دبس الرمان في كل المحاشي ودايما بضيفوه على معظم أكلاتهم. إحنا بفلسطين بنحبه على شغلات معينة، مثلا على الفتوش بنضيفه، بس مش على كل الأكلات مثل إخواننا بسوريا ولبنان. طبعا ضفت كمان شوية زيت نباتي مقدار ملعقتين لثلاث، بيعطيه لمعه وبيعطيه طعم كمان طيب. ما بدكم تضيفوا زيت نباتي، ضيفوا سمنة إذا بتحبوا. هلا رح أضيف عليهم مية سخنة وأحطهم على الغاز استووا براحتهم. طبعا أنا بعيلتي دايما سبحان الله إلا ما يكون حدا أو اثنين يعني من أولادنا ما بيحبوا بعض الطبخات، فعندي واحد من أولادي بيحبش الملفوف بالمرة، وفي كمان واحد بياكله بس يعني إذا يعني مش المحبب عنده. فطبعا بهالأثناء شو بدنا نعمل، طبعا بدي أضطر أعملهم كمان أكلة ثانية. الأكلة الثانية رح تكون عبارة عن سفينة دجاج مشرحة زي تشيكن ستريبس أو زنجر أو كريسبي تشيكن، اسمه الاسم اللي انتو بتحبوه. طبعا أنا غسلتهم وشرحتهم، حطيت عليهم البهارات اللي بنفضلها زي ما انتو شايفين، بهار الدجاج والثومة البودرة وفلفل أسود وملح. طبعا رح أحركهم مع بعض اللي ينتقعوا شوية بالبهارات لبين ما أبلش أكلي فيهم. طبعا رح أجهز الخلطة، الخلطة رح تكون عن طحين، نوعين من الطحين، الطحين العادي الدقيق العادي، وكمان تقريبا كوب صغير أو نص كوب من الطحين للكلي طبعا بنكلي فيه مثلا الأسماك والدجاج. وطبعا نفس البهارات اللي حطيتها على الدجاج برضو حطيتها على الطحين، وراح أضيف كمان ملعقتين نشا. النشا بيعطي كرمشة لكلي الدجاج وبكون قوامه حلو. طبعا راح أخلطهم مع بعض، هلا حضرتهم وراح أعمل على جنب هاي الأكلة اللي هي كلي الدجاج كمان، أكيد لازم يكون في إشي على جنبها يعني للي ما بيحبوا الملفوف. رح أعمل البطاطا المهروسة أو البطاطا بوري اللي هي الماش بوتيتو، طبعا طيبة كثير مع هاي الأكلة، وفيكم كمان تكلوا بطاطا مقلية. طبعا أنا كشرت البطاطا وغسلتها منيح منيح وقطعتها بهذا الشكل، بتسهل علي عملية الاستواء طبعا طريقة أسرع. تفت عليها مية، وهلا رح أرفعها على النار لبين ما تستوي، وبعدين رح أحضرها بطريقة. طبعا هون زي ما انتم شايفين ملفوف على الغاز، وضاف عندي شوية حشوة، كان في عندي حوالي 10 حبات من الكوسة المحشي برضو كورتهم حشيتهم، وهيك استغليت الحشوة كمان في كمان طبخة. طبعا وابني اللي ما بحب الملفوف كمان ما بحب الكوسة المحشي، المحاشي اللي بحبها اللي هي ورق التوالي. فهنا أنا طبعا الملفوف تقريبا استوى والكوسة المحشي استوى، هون بلشت أكلي في صدورة الدجاج أو التشيكن تندر. فكتير كتير هاي الطريقة زي ما انتم شايفين، بنغمر الدجاج بالطحين المبهر، وبعد ما سخن عنا الزيت بنبلش إننا نكلي فيهم.
يعني شو بدنا نعمل لما بكون عنا ولد أو اثنين ما بحبوا الطبخة؟ بنضطر إنه نعملهم أشياء ثانية. في بعض الأمهات بحكوا لأ، أنا خلص الطبخة واحدة بنطبخها والجميع لازم يأكل منها. فهذه النفس يعني ما فينا نغصب يعني أولادنا إذا ما بحبوا الطبخة نغصبهم عليها، طبعا مش رح يحبوها ورح يستاءوا من هذا الوضع. لا يعني الحمد لله زي ما بحكوا جود من الموجود، يعني بكون عنا اختيارات ثانية، فينا إن نعمل كمية يعني مش كبيرة، كمية بسيطة، فإنه بيأكلوا منها وبينبسطوا. الحمد لله رب العالمين، اللهم زدها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. إن شاء الله يا رب، يا ربنا يعطي جميع الأمهات وستات البيوت الصحة ويخليهم بقوتهم اللي يضلوا طبعا متابعين ويضلوا واقفين لأولادهم لعائلتهم للوحدة لزوجها يعني لجميع العائلة. شايفين ما شاء الله طلعوا هيك محمرين من الجهتين، وفي نفس الوقت طرايا. طبعا صدورة الدجاج بهاي الطريقة ما بتاخذ وقت كثير في القلي، يعني حسب طبعا قديش حجم التقطيع والسمك، يعني 3 دقائق على كل جهة بتصور انه بتكون كافية، من 3 لـ4 دقائق على كل جهة تستوي وتاخذ لون. طبعا البطاطا عندي هنا استوت، صفيتها من المي اللي عليها، ضفت عليها تقريبا 2 ملاعق كبار من الزبدة، وضفنا هون تقريبا من 1/4 لـ1/2 كوب حليب، طبعا حسب كمية البطاطا قديش بتاخد حليب بتضيفه، وطبعا رشة ملح، وفيكم ترشوا اذا حبيتوا رشة بسيطة من الفلفل الاسود، ما تكثروا كثير بيعطيها طعم كثير طيب. طبعا هلا عندي بالمضرب اليدوي، او اذا عندكم هراسة للبطاطا او للخضار فيكم تستخدموا الهراسة المتاحة عندكم، طبعا استخدموا. انا هون رح اهرسها عن طريق المضرب الكهربائي، رح احرسها بس رح اخلي فيها شوية قطع صغيرة، لان في بعض من اولادي بحبوها تكون فيها شوية هيك قطع البطاطا ظاهرة باشي بسيط، وهيك بتصير عنا طبعا البطاطا بوري او البطاطا المهروسة بهاي الطريقة بتكون عنا جاهزة. طبعا انا رح احضر لها الصوص اللي بينضاف عليها، او اللي هو الجريفي الماش بوتيتو، الجريفي تاع الماش بوتيتو انا حضرته في البيت ما ورجيتكم معاكم، عبارة عن 2 ملاعق من الماجي ومية، وتقريبا 1.5 أو 2 ملاعق كبار من الطحين، بنحركهم على البارد، نرفعهم على النار، بنستمر في التحريك لبين ما يعطينا القوام الصوص. طبعا الملفوف هون زي ما انتم شايفين عنا استوى ما شاء الله، طعمه كان بشهي بهاي الطريقة. طبعا ودائما لابد من الحركات والتكات، لأن زي ما بنحكي دائما العين بتوكل قبل الثم، طبعا لازم نزين أطباقنا مشان تنفتح نفسنا على الأكل. إن شاء الله يا رب تكونوا حبيتوا فيديو اليوم واستمتعتوا فيه، وإذا عجبكم الفيديو حطوا لي لايكات كثير لهذا الفيديو، واكتبوا لي بالتعليقات إذا في عندكم أي حل لمشاكل الورد الجوري للحشرة اللي بتوكل الوردة. طبعا شو في حلول اكتبوا لي بالتعليقات لو سمحتوا، وإن شاء الله يا ربي نشوفكم على خير، واستنوني بوصفات جديدة وفيديوهات جديدة إن شاء الله. الكوسة محشي كان كتير طيب بالحشوة هاي، والملفوف كمان يعني ما شاء الله الأكل كان كله ما شاء الله كتير كان طيب وزاكي. حبايبي رح أنهي الفيديو لهون، شكرا لكم لمتابعتكم لإلي ولدعمكم لإلي، وبحبكم في الله، وباي باي.